السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تدهور القطاع الصحي العراقي بشكل ملحوظ بعد عام 2003، ولم تعالج الحكومات اللي اجتها بعد الاحتلال، لم تعالج النظام الصحي في العراق، حتى بات الفساد في قطاع الرعاية الصحية وانتشار الرشوة والمحسوبية والسرقة هي الصفات السائدة. طبعا المشكلة خطيرة جدا لدرجة أن صحة المرضى أصبحت في تدهور مستمر، وانتشرت سرقة الأدوية والمعدات الطبية وكثرة حالات الاحتيال، وهذه المشاكل أدت إلى تردي الأوضاع في المؤسسات الصحية من دون أي تحرك حكومي. طبعا مشاهد تردي القطاع الصحي وعشوائية التخطيط صارت من المشاهد المثيرة للسخرية لدى كثير من العراقيين، فمن غير المستغرب مثلا أن تجد إدارة مستشفى الصدر في محافظة ميسان أحاطت مكيف الهواء داخل إحدى غرف المرضى بقفص حديدي. دعونا نشاهد حال هذا القفص وحال المستشفى بشكل عام في محافظة ميسان. سبلت مسوي له قفص حديد، بس يريد افتهم اسد هو خوما اسد وينهزم. شوفوا هاي المستشفى، مستشفى الصدر بالعمارة، وينك وزير الصحة المحترم؟ وينك؟ هاي مستشفى، هاي مستشفى كفيلك الله لطب لها صاحي يطلع بي ألف ميكروب وألف جرثومة. أخي مستشفى تعبان منتهي، والحلو بيها طبيب خفر ما متواجد بيها نهائيا. الناس تراجع يخابرون على طبيب الخفر وين هو يكون حضرة جنابه وينطي إرشادات من هناك. علقوله مغذي ضربوا أبرة. ليش؟ ليش؟ ليش هاي الناس المساكين شنو ذنبها؟ نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. القطاع الصحي العراقي مثل بقية القطاعات الخدمية غرق في مستنقع الفوضى، متأثر بالعديد من القضايا أو المشاكل اللي يعانيها طبعا في كافة المجالات. هذا الموضوع أيضا من مشاكله أو من الأسباب اللي تؤدي إلى تدهور القطاع الصحي هي محدودية المستشفيات اللي يرجع تاريخ بناء بعضها إلى عشرات السنين. طبعا دعونا مشاهدينا أن نشوف بهذا المقطع حال إحدى المشاريع المتلكئة مثل مستشفى التركي. تعالوا نشوف الموضوع. هاي المستشفى التركي من 2014 تركوها ولحد الآن بالكتب حي الجامعة، والله من 2014 زين والله أنهى وخدماته، وشنو الفايدة انهيته خدماته غير هو أمن حياته أو حياة عشيرته بعد ألف سنة؟ ياهل يجي للحكومة يطلع ملط ملياردير، والله العظيم ياهل يجي يطلع ملط ملياردير. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. وزارة الصحة الحالية أعلنت في وقت سابق عن وجود أكثر من 61 مشروع متلكئ يخص بناء المستشفيات منذ سنوات، موزعة في أنحاء متفرقة من العراق. وبالرغم من التصريحات المتكررة للوزارة الحالية والوزارات السابقة بشأن إتمام بناء وتجهيز المستشفيات، إلا أن هذه المشاريع بقت متلكئة في وقت يعاني فيه قطاع الصحة العراقي من نقص في المستشفيات والمعدات والطواقم الطبية، اللي فضل معظمها الهجرة إلى خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات. في محافظة البصرة مثال على هذا الموضوع، رصد مواطن مشروع مستشفى متلكئ منذ سنوات في قضاء شط العرب. خلونا نشوف. احنا اليوم نسلط الضوء على مستشفى قضاء شط العرب المتلكئ، يعني رسالة للمسؤول العراقي. اخوان بالبداية همين انا لا اريد ارشح للانتخابات ولا نية للترشيح، بس بقدر ما رسالة رقم واحد من مواطن بصري إلى رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس مجلس النواب، إلى النواب في محافظة البصرة، إلى محافظ البصرة، وإلى المسؤول العراقي بالتحديد. يعني مشروع متلكئ من 2014 لحد الآن ما حد فتح تحقيق به أو كملوا هذا المشروع. كلف هذا المشروع الدولة العراقية 4 مليار
وحالوه إلى شركة لبنانية، واستلمت هاي الشركة اللبنانية 10% أو 20% من قيمة العقد، وبنت بس هذا السياج أو الحائط اللي داير ما داير المستشفى. هذا هو أنا هسه حاليا داخل المستشفى، فقط حجر أساس وحائط اللي كلف 4 مليار دينار عراقي. الكثير من الأخوة في قضاء شط العرب سلط الضوء على المستشفى لكن بالإعادة إفادة، وعسى يعني رسالتي توصل إلى المسؤول العراقي. صراحة يعني هاي حقوق أجيال وأبناء شط العرب، يعني شنو ذنب ابن القضاء يذهب إلى المركز ويعتبر هذا القضاء ثاني أكبر قضاء من حيث المساحة؟ مشاهدينا نستعرض بعض التعليقات اللي جاءت بشأن هذه المقاطع. محمد العراقي يقول: إخواني الأعزاء، مستشفى شط العرب تحتاج وقوف وتكاتف الجميع والضغط بشدة على الحكومة المحلية والمركزية، لأن بصراحة والواضح للعيان أن هذا المشروع به صفقات فساد كبيرة وجهات متنفذة. عدنان الملكي يقول: الأموال انسرقت مثل باقي المشاريع. عندنا تعليق من محمد أبو مصطفى العبادي يقول: مشروع مستشفى شط العرب لا يجب السكوت عنه نهائيا لما له من أهمية وفائدة كبيرة لأهل القضاء. مناف يقول: منجز على الورق بس، وبتصوير للرودهات وصالة العمليات وجراجات السيارات والاستعلامات كذلك. خلونا نسمع مشاهدينا رأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله. وعليكم السلام الكريم. وعليكم السلام. ومساء الخير لجمهور الراقدين. مساء النور. سيدي الكريم، مو بس مستشفى شط العرب، عندك بالكوت، عندك بالناصرية، عندك بغداد كذلك. صحيح. المشكلة الآن راح تجي مجالة المحافظات هذه الجديدة. وراح يقول لك هذول فاسدين وإحنا راح نحاسب الفاسدين. نعم. وراح نبدأ من حلو جديد، وتجي شركات يعني لا لها تاريخ ولا لها سمعة في المجال الصحي أو البناء ويأخذونها، وطبعاً تجيك شركة رصيدها $1,000 وتأخذ لك مقاولة بقيمة $100 مليون. نعم. وبالأخير تأخذ $100 مليون وتروح وما حد يحاسبها، حال الشركات اللي الآن تركت هذه المشاريع وراح. طيب السؤال هنا، السؤال هنا أبو علي، هل العيب على هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم اليوم، مصدرين نفسهم كطبقة سياسية أو سياسيين خلينا نوصفهم، أم العيب على الشعب اللي يغلط كل مرة ويروح ينتخب نفس الوجوه وأن تغيرت الأسماء؟ هو نفس المنهج اللي راح يشتغلون به. أكيد العيب على الشعب إنه يروح ينتخب يعني ناس حتى وتغيرت الأسماء وتغيرت، لكن يطلعون من نفس الإناء. نعم. يعني معكم من تصب لك جلاسات من نفس من نفس الجاك ولا من نفس الدولك، نفس الشيء هم جاي يصبون. نعم. من نفس المكان اللي يطلع من عنده نفسهم الفاسدين اللي راحوا. ولا شفنا محاربة فساد ولا شفنا محاكمة فاسدين. كلها يقول لك أنا هذا مو زين وطلعت. وهذا يرجعني إلى سؤال. نعم. مهم يتعلق بمنو اللي يحكم العراق من عام 2003 إلى اليوم. يعني حضرتك وكثير من العراقيين يعلمون جيدا أنه هناك مجموعة من الأحزاب بشخصيات معينة هي اللي تدير العملية السياسية، ومن دونها ما راح تتشكل حكومة، لأن هم لديهم السلطة ولديهم مال السياسة ولديهم السلاح. يعني مثلا مثال بسيط، حزب الدعوة والمجلس الأعلى وتيار الحكمة ومنظمة بدر والأكراد. طبعا السنة ذولا يعني تحصيل حاصل، هاي تكميلية إجراءات شكلية، لكن القصد كل من دا يخرج اليوم للعملية السياسية يخرج من تحت عباءة هذه الأحزاب اللي أسماءها واضحة وعناوينها معروفة. يعني هل هناك من لا يزال يعتقد أن هناك أشخاص جديدة، وجوه جديدة، وجوه دماء جديدة راح تدخل العملية السياسية وتغير؟ من اللي عنده هذا الاعتقاد المغلوط صراحة؟ لا ماكو اعتقاد مغلوط. يعني هم نفسهم المستفيدين من هذه الأحزاب هو يروح ينتخب نفسه، وحتى من يغيرون الوجوه ويغيرون أسماء الأحزاب وإنها حركات مدنية وغيرها. نعم. فالمستفيدين، لأن تعرف أنه الانتخابات في العراق تنجح له يعني 0.1% تنجح الانتخابات. فلذلك ما يعني حوالي تقريبا 88% من الشعب ما يروح ينتخب، فما مستفاد. أما من يروح الآن اللي يثق بهم وغيرها،
لا هم مجموعة المستفيدين من هذه الأحزاب لا أكثر ولا أقل. طيب. فالشعب كله يعرف الناس هذه كاذبة وفاسدة وما بيها أي توزع. وراح ينتج راح تنتج هذه الأحزاب أو تقدم أي جديد أي جديد إيجابي للشعب العراقي؟ من المستحيل تقدم شيء جديد لأن هم نفسهم معروفين وإحنا يعني خاضين يعني من 2005 لحد الآن. كل انتخابات تجي اللي يفوز بالانتخابات ما يشكل حكومة. بس اليوم أكو صارت قضية خطيرة خلال هالفترة هاي باليومين اللي مضت أبو علي، دخول شخصيات تنتمي إلى مرجعية النجف مدعومة من مرجعية النجف، شخصيات دينية مثل علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي اللي هو يعتبر أحد الممثلين لمرجعية النجف، يدخل وبلسان طائفي يتكلم عن هاي الانتخابات وضياع حق الشيعة في حال لو مشاركوا، ويرجعون العراقيين إلى المربع الأول، مربع انتخب فلان لتحرم عليك مرتك. هنا لما تدخل المرجعية في هذا الخط أو على خط دفع الناس للمشاركة بالانتخابات، ألا تفضح نفسها وتكشف أنه هي داعمة للطبقة السياسية الحاكمة اليوم بالعراق؟ شنو تفسير أنه تدعم مرجعية دينية المفروض تكون وسطية عادلة لجميع العراقيين، تدعم المشاركة بالانتخابات وتتكلم بلسان طائفي؟ هو أساسا انطيني انتخابات المرجعية ما دخلت بيها، انطيني انتخابات المرجعية ما لدعم القوائم وتبني بالقوائم هذه، وهم أساسا يستندون على النجاح على الطائفية مو على خدمة المجتمع. فلذلك هم هذا يعني هي هذه كلها هذه هم نجاحهم على الطائفية لا أكثر ولا أقل. سأل مواطن ما أريد هم يعني جواب سريع أريد أو تعليق منك، مواطن بالسوشيال ميديا عراقي ورا ما شاف الفيديو اللي تكلم به علاء الموسوي ذكر نقطة واحدة وهي بعيدا عن اللسان الطائفي صراحة اللي هم دي يستخدموه، لكن هو سؤال يوجه إلى هذه العقليات الطائفية. ذول الأحزاب اللي تحسب نفسها على المكون الشيعي على المحافظات الجنوبية، إيش قدموا لأبنائهم حتى يستحقون البقاء والاستمرار؟ قدموا بس الفساد. بس الفساد قدموا. نعم. ما قدموا شيء جديد. شكرا يعني أبو علي. نعم شكرا أبو علي من واسط، أشكر حضرتك. نكمل المشاهدين الكرام مع ما لدينا من مواضيع. ننتقل إلى موضوع آخر. انطلق العام الدراسي الجديد قبل شهرين في وقت تعاني فيه يعاني العراق من نقص كبير في أعداد المدارس يقدر بنحو 9000 مدرسة. وتفيد أرقام وزارة التربية والتعليم بأن عدد المباني المدرسية العاملة حاليا هو 16800 مدرسة، علما أن أعداد المدارس المصرح لها هو أكثر من 25000 مدرسة. تكتظ غالبية المدارس العراقية بالطلبة، واللي هذا الأمر طبعا يدفع كثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية من أجل الحصول على تعليم مناسب. وهذا أيضا هناك موضوع آخر أو سبب آخر، وهو هربا من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج اللي تشهد كثير من المدارس، تدني المستوى التعليمي، عدم توفير البيئة التعليمية المناسبة، نقص الكوادر التعليمية والكتب المدرسية، وهي مشاكل أثارتها نقابة المعلمين في أكثر من اجتماع مع رئاسة أو رئاسات الوزراء المتعاقبة. طبعا ينتقد ناشطون الحكومة الحالية بعد تسويفها موضوع ترميم المدارس في العطلة الصيفية، وهذا الموضوع تسبب بالفساد والخراب في بعض المدارس بالرغم من بنائها منذ سنوات قليلة، مثل ما حدث مع ناحية النشوة أو في ناحية النشوة في محافظة البصرة وتحديدا في مدرسة النشوة الابتدائية. خلونا نشوف. مناشدة إلى السيد رئيس الوزراء المحترم، إلى السيد وزير التربية المحترم، السيد محافظ البصرة المحترم، والسيد مدير تربية البصرة المحترم. اللي أمامكم ظاهرة بالفيديو مدرسة النشوة الابتدائية. هاي المدرسة تم إخلاءها قبل سنتين تقريبا بسبب تساقط الواجهة المرمر قبل سنتين، وتم إخلاءها لهذا السنة. وصار سنتين على أساس أنه ترمم هاي المدرسة. تم إخلاء الطلبة تقريبا 800 طالب ابتدائية إلى مدرسة الشهيد صلاح غضبان بناحية النشوة. بعد فترة إجا إخلاء على مدرسة الشهيد صلاح غضبان، هدم وبناء، فاضطروا يحولون الطلب النوب إلى مدرسة الشهيد أحمد عبد القادر اللي ما يوصلها الطلب إلا بعد أن يعبرون شارعين، يعني شوارع عامة تؤدي إلى حد المجنون. وهاي الشوارع من خلالها
تمر آليات ثقيلة وتريلات وسيارات، فطريق كلش مزدحم، صعب على طلبة البداية أن يتجاوزون هذا الشارع، ويسببهم لربما لمشاكل وحوادث مرورية. مناشدتنا تقول الناشد السادة اللي ذكرته من بداية الفيديو، التدخل العاجل بحل إشكالية هاي المدرسة. المدرسة هي حالتها جيدة جدا ما عدا الواجهة المرمر اللي بالأمام، على أساس أنه تخصيص الترميم يعني جاي إلى أن يتم التعزيز من وزارة التربية حتى يباشرون بعملية الترميم. ما يخفى على جنبكم بأن العام الدراسي بدأ، وهاي عملية الترميم تستغرق وقت، يعني إذا أريد كتابنا وكتابكم ومخاطبات، وحتى لو بدأ الترميم ما يخلص بأشهر، يعني يخلص العام الدراسي والعملية الترميم لسه ما خلصانة. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا. مدونون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا حالة الإهمال وعدم تهيئة المستلزمات الضرورية في المدارس العراقية، وحذروا من تأثيرات سلبية للحالة اللي تشهدها المدارس على الواقع التعليمي في العراق، بالإضافة إلى توجه الكثير من العوائل إلى التعليم الخاص مثل ما ذكرنا قبل شوية لأسباب كثيرة. وبسبب هذه الانتقادات تحاول الحكومة التستر على فضائحها، مثل ما يحب الكثير من العراقيين توصيف هذا الحال، من خلال إجراء عمليات ترميم سريعة ولا تلتزم بضوابط ومعايير الأمان. وهذا الموضوع رصد أحد وجهاء ناحية العباسية في محافظة النجف. خلونا نسمع ماذا قال بشأن مدرسة بورسعيد اللي تم إعادة تأهيلها بشكل لا يطابق الشروط والمواصفات المعنية بالبناء والسلامة. خلونا نشوف. مدرسة بورسعيد في نهر الحيدري تابعة لمديرية تربية محافظة النجف الأشرف. أسأل المسؤولين الشرفاء بينكم وبين الله، لو ابنك يداوم هنا تقبل هاي المدرسة بهالشكل تترميم؟ تقبل راح يحط شيء المال؟ سمعوني عم المسؤولين، شوف الشيء المال عليه من يحط تو، شوف الشيش هذا الخايس تو تو على اشقد هذا، كيف تكون هاي الشيش المهندسين الشرفاء أهل الغيرة نوعوني عم إذا أنا مو صح قل له مو صح، كتبوا لي قل يا عم مسكت أنت مو صح ولا صح عادي الموضوع، خلي تنوع هذا الشيش وهاي شو يسمون هاي المهندس، هاي شو يسمونها سويتها على أساس 10 سنتيمات تتنوع لي هاي 10 سنتيمات بشرفك، نوع تحطها هاي على أساس يحطها 10 سنتيمات ويحط الشيمان فوقها وراح للغيرة، هاي الشيمان راح تصير على هاي الفتحة، شوف تنوع تنوع الصبة اللي صار لها 44 سنة وتنوع صبتك المهندس المشرف، المهندس المشرف اللي وقف هنا على المدرسه هاي يتابع اعمالها، قامع بالعمل هذا، زين انت اليوم راح تحط شلمان ورابك وشلمان، على هاي الفطور؟ تحط شلمان على هاي؟ هاي فطور المدرسه، شوف الفطور مالتها، وعلى اساس هاي ال 10 سنتيم راح تحمل يصير وزن الوزن واحد يتوزع بالشلمان، شلون يتوزع على هاي؟ هاي مثقوبه وهاي مثقوبه وهذا مفطور الحائط. نستعرض بعض التعليقات مشاهدينا اللي وردت بشأن هاي المقاطع. أبو أكرم المياح يقول: ترقيع بدون علم وعدم الخوف من وقوع كارثة، أهم شيء المادة يضعها في الجيب، ومن هنا أقيس شلون تحصل التنمية البشرية إذا الحجر متآكل والقاعدة فاشلة. ميثم الجناحي يقول: هذه كارثة، من يتحمل المسؤولية لو سقطت على التلاميذ؟ أهل المنطقة كيف قبلوا بهذا الأمر؟ هذا مشروع قتل للأطفال في المستقبل. باقر الكوفي يقول: 350 مليون يبنى مدرسة جديدة. وتعليق لدينا من عبد الأمير الساعد يقول: تكلفة الترميم أكثر من بناء مدرسة جديدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعد نعود ونكمل ويا حضراتكم، ابقوا يانا. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك.
أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. وينكم التصوير؟ حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقة اليوم من برنامج صوتكم، نسمع رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للمشاريع الممتلكة من قبل الحكومة العراقية، نعم، المشكلة أستاذ محمد، احنا تاه عندنا البوصلة مثل ما يقولون، يعني لا عندنا دولة اللي تضبط المقاولين ولا تتابع المشاريع مالتها، فتخلي المسؤولية على المقاول أو المتعهد. نعم. يا أخ، هذا ما راح يشتغل بضمير، ما راح يشتغل بإخلاص بعمله، يعني كل ما يهمه هو مصلحته الخاصة، الجيب الخاص. فشوف يعني كل المدارس الحكومية اليوم مهملة يا أستاذ محمد، المستشفيات كذلك. ليش اليوم القطاع الخاص ما له أي دور؟ اللي جاي يشتغل بحجة القطاع الخاص هي الأحزاب والميليشيات اللي متنفذة واللي لازمة كل المشاريع. فلازم المستشفيات، شوف اليوم عندنا مستشفيات أهلية، اليوم اللي يروجون المستشفيات الأهلية، شوف المستشفيات الحكومية ماكو أي اهتمام. فهذا الفقير الوضع المادي مدهور، من يروح المستشفى ما يلقى كل شيء. يعني شوف هسه الأمراض انتشرت بسبب الإهمال. رغم كل هاي المستشفيات الأهلية الموجودة في العراق، المواطن يبحث عن العلاج في الخارج، يعني ما يسعى إلى الذهاب إلى هاي المستشفيات، لأنه يعلم بأنه جودة الطب عندنا خاصة في ظل هجرة الأطباء أصحاب الكفاءات صارت برا. يعني جودة الطب اليوم ما موجودة في العراق، مفقودة. حتى لو أكو مستشفى أهلي جميل نظيف، لكن كوادر على مستوى قليلة، وارتفاع التكلفة اللي ما ينطيك العلاج اللي تريده، فيخلي الناس تذهب إلى دول أخرى مثل تركيا، إيران، يروحون للأردن أو غير دول، حتى الهند موجود أيضا. هم كل هدفهم أستاذ محمد إفشال أي تجربة ناجحة بهذا البلد. نعم. هذا الشيء متفق عليه، بأنه هذه الحكومات اللي إجت بعد 2003 ما تريد نهضل هذا البلد، سواء مستشفيات، مدارس، أي قطاع ما يردون ينجحوا. وحتى هذا صدقني، حتى هاي الناس اللي تطلع للخارج هم يعني المستفاد هو الأعزاب، لأنه هذا هم راح يدر عليهم بالأرباح. فشوف يا أما يروح للمستشفيات، إذا ما قدر يروح للمستشفيات هاي الأهلية مالتهم، يحاولون يروجون للمستشفيات الخارجية، فهم يصب جيوبهم يا أستاذ محمد. يعني تدري سيد عبد الرزاق، بحسب تقارير من وزارة الصحة موجود في العراق، يقولون بأنه أكو أكثر من 6 ملايين أو 6 مليون دولار يصرفها المسافر العراقي أو المواطن العراقي اللي يبحث عن علاج، مجموع العراقيين طبعاً اللي يدورون علاج، يصرفون 6 مليون دولار سنويا. 6 مليون دولار، تخيل كم مستشفى على مستوى ممكن تبني، يعني بهذه الأرقام الضخمة، تمام، وإحنا نتكلم عن ملايين الدولارات لناس تبحث عن علاج، نسألهم نقولهم بدل ما تستعرضون البطولات الوهمية لهذه الميليشيات والأحزاب والإنجازات الموجودة فقط على الأوراق، ليش ما تقدمون شيء منجز حقيقي؟ ليش شعاراتكم ودعاياتكم الانتخابية عبارة عن لغة طائفية وحرب ما بينكم وبين الآخرين؟ لا يوجد أي مرشح إلى الآن طرح مشروع حقيقي يدفع الناس أنه تثق به، تؤمن به وتروح تنتخبه. مجرد لغة طائفية يخوفون الناس من انتخاب، من المشاركة أو عدم المشاركة، حتى لا يروح الحكم إلى السنة مثلا، تمام، أو صراعات داخلية ما بيناتهم. لا يوجد إلى الآن أي شخص
طرح مشروع وطني حقيقي لبناء هذا البلد اللي تدمر خلال 20 سنة. شو أستاذ محمد، أنت جبت على الانتخابات. الانتخابات ليش المواطن العراقي ما يروح الانتخابات؟ الانتخابات لأنه مجرد تبديل وجوه يا أخي، مثل ما تفضلت ما عندهم مشروع وطني، والنفس الطائفي هو اللي طاغي. يعني خير دليل، خليني أضرب لك مثال، أنا ما أريد أطول. عندك الحلبوس، الحلبوسي من كان موجود بالسلطة أبد ما يتطرق الأمور الطائفية، مجرد طلع من السلطة قام يحكي بالنفس الطائفي. يعني وشفنا الخطاب مالته قبل فترة، وهذا يحرض على الطائفية. وهذا كذلك عند الطرف الشيعي، من هو موجود بالسلطة ما يتطرق للطائفية، يطلع من السلطة يتطرق طبعا للطائفية. هذا سيد عبد الرزاق، هذا لسان حال السياسيين اللي دي يعتاشون أكيد على الطائفية. أكيد. والسؤال أكيد. والسؤال أو الدليل على هذا الكلام، ألم يكن هناك أشخاص امتهنوا السياسة، مثلوا محافظات كمحافظين أو كوزراء أو كبرلمانيين، لا ليس برلماني طبعا، احنا اللي البرلمان جاء بعدين، تمام، كانوا من طوائف أو من مذاهب أو أديان مختلفة، حكموا البلد وداروا بالشكل الصحيح؟ يعني ما كان يوجد في العراق مثلا محافظ مسيحي أدار محافظته بالشكل الأمثل، أو مثلا مسؤول يهودي من يهود العراق القدامى، أو مثلا شخص سني تبوأ منصب في محافظة ذات غالبية شيعية وأدارها بالشكل الأمثل؟ ليش يحصرون الموضوع بهذه النطاقات والأطر الضيقة؟ وكان العراق لا يستطيع أن يديره إلا الشيعي، أو المحافظة السنية لا يديرها إلا السني. يعني شنو العقلية الضعيفة الضحلة اللي تعبر عن ما في داخلهم؟ أستاذ محمد، بالنسبة لأسلوبهم أو المنهاج مالتهم اللي يعملون عليه، هو السبب بقائهم. لأنه أقول لك إحنا، وخير دليل بأنه الدستور مالتهم سووا دستور مال المكونات. أنت إذا تريد تقضي على بلد تتجه للهويات الفرعية. فيا أخي، إحنا عمرنا العراقيين يا أستاذ محمد ما اعترفنا لا بطائفة لا مذهب. فذولا اللي إجوا من بعد 2003 هم ذولا مدعومين من دول يشتغلون على هذا النفس، النفس الطائفي، حتى يبقون يعني بمناصبهم ويحققون مكتسباتهم. أما كمواطن عراقي عاني وإنت والله يا أخي ما أن رغبة بوجودهم، هم يعرفوا كل زين أستاذ محمد. مو مهم منو اللي يحكم بقدر ما مهم من يكون رافضهم. مو مهم منو اللي يحكم بقدر ما يكون شخص وطني يحب البلد ويخاف على مصالحه. مو مهم انتماءاته الفكرية أو الدينية أو المناطقية، المهم يخدم هذا البلد. وهم ما عملوا بهذه السياسة، صار لهم 20 سنة أكيد. يصدرون نفسهم وطائفتهم أو طائفيتهم للعالم قبل لا يتكلمون عن إنجازاتهم. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. خلونا نكمل مشاهدينا مع مواضيعنا في هذه الحلقة، نجي إلى الإنجازات. ارتبطت الجسور في العراق بقصص وأحداث مفصلية في تاريخ البلد، بدءا من العهد العثماني مرورا بالاحتلال البريطاني واللي تبع من أحداث وثورات وعمليات مقاومة وانتفاضات، ثم العهد الملكي، ثم الانقلابات العسكرية اللي جاءت بعده، وصولا إلى الاحتلال الأمريكي واللي إجا بعده حتى هذا اليوم. وكان هذا الارتباط ارتباط وثيق جدا، إلى درجة حولت هذه المشاريع إلى جزء من هوية العراقيين قبل أن ينالها الإهمال والخراب، مثل ما نال مفاصل الحياة في عموم العراق. وباتت صفة الفساد ملازمة لمشاريع بناء الجسور اللي تحولت إلى مشاريع متلكئة بسبب تبدد أموالها وتوقف تشييدها قبل أن تنجز أصلا. ومن أمثلة دوامة الفساد هو جسر السوارية في قضاء المشخاب في محافظة النجف، اللي روج إعلام الحكومة أنها تشهد ثورة عمرانية. هذا الجسر أحيل إلى شركة مقاولات، وبعد فترة تركت الشركة الموقع وتركت العمل وتركت الآليات دون إنجاز الجسر، واكتفت بوضع أساس لإحدى دعاماته الكونكريتية. خلونا نشوف. إلى محافظنا الصدري وقائم مقامنا البدري، إلى نواب النجف المستقلين والمتحزبين، أنا واقف بنص جسر السوارية. جسر السوارية الفلشو برمضان صار 4 أشهر. جسر السوارية اللي الشركة حطت كرفاناته وسبالتها، ولا فختاية ولا عصفور بالشركة. جسر السوارية
اللي بس صور جسر السواري 4 أشهر الناس معاناة وذلة ومهانة كلهم ولا مسؤول اجى فقط طقوا صور وراحوا. هلا راويكم الشركة سوت هاي الآلية ما في الشركة هاي الرافعة شطولها شطولها الرافعة سوت لنا الرافعة خل نشبخ اليوم عساها بخذتكم شبخوا غاتوا شبخوا كلوا بي يا جماعة هاي غاتوا 4 أشهر من التفنيش تكلفة الجسر 1,000,000,000 بس هاي الدنقة بس هاي الدنقة يدري المحافظة وما يدري قبل يومين رجعت للمشخاب باركت للحجاج سوي لك برع المشاريع مو يمك هاي تعال يا الله سمعنا اكو اجتماع هنا لمناقشة التلكؤ بمشروع الجسر يا الله اخوان اخوتنا المهندسين ولا واحد استاذ عبد الخالق وهيئة الاعمار بالنشخاب ماكو مسدود السبالة والبخيخ كرش ماكو. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. مثل ما تعرفون العراق يعاني كثيرا من المشاريع الوهمية بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 واللي تسببت بخسائر بمليارات الدولارات نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب السياسية الحاكمة على بعض المشاريع أو على كثير من المشاريع في الدولة العراقية بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع. وانضم مشروع جسر شهداء الزيتون في مدينة الناصرية مركز محافظة الذيقار واللي توقف العمل فيه بسبب مطالبة الشركة المنفذة بالمستحقات المالية المترتبة على إدارة صندوق إعمار ذيقار واللي يضاف إلى قائمة المشاريع المتلكئة جنبا إلى جنب مع مجسر الإسكان الشهير اللي سبق وعرضنا هذا الموضوع وقصته في برنامج أو حلقة سابقة من برنامج صوتكم واللي لم ينجز بالرغم من مرور 16 سنة على بدء تشييده. طبعا تأخر إنجاز جسر شهداء الزيتون سبب خوف لدى المواطنين من وقوع حوادث سير لكونه يعيق حركة المرور في الموقع الحيوي وسط المدينة. دعونا نشاهد. إذا هذا جسر مركز مدينة ناصر، إحنا هذا إحنا إبراهيم خليل سوانا علم مجسر إبراهيم خليل، هسا هذا جسر شهداء الزيتون سابقا. هذا ستر إحنا ما ننكر أكو نسبة إنجاز، أكو نسبة إنجاز بالعمل، يعني هذا إحنا ما نشرنا ذيك الفترة ولا نشرنا ضد الشركة ولا استهدفنا الشركة. فمن تخصصنا بالموضوع خصوص توقف العمل مجسر شهداء. التمسنا يقول لك احنا نريد مستحقات ماليه حتى نستمر بالعمل. فانت يا مدير صندوق اعمار ذيقار محمد جواد زيدي طبعا انت تنصيبك مخالف القانون والامه العربيه كلها تدري وانت رجال من متابعه صعد بقدر القادر سيد مدير صندوق وحكم علاقتك ويا الامين عام حميد الغزي وصعد مدير صندوق وانت غير مؤهل. لو مؤهل جلست جسر الشهداء ووضعت لابناء هذه القرار شنو سبب تلكي هذا جسر الشهداء. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا. تأخر أو أصبح تأخر المشاريع وبالذات المشاريع الاستراتيجية أصبحت عادة مألوفة في العراق. السبب يعود إلى خليط من الفساد والعلاقات المعقدة اللي تقود في النهاية إلى غض النظر عن المتورطين في تلكؤ تلك المشاريع وبالتالي تستفحل. من بين هذه المشاريع المتلكئة هو مشروع الجسر الكونكريتي في ناحية العكيكة في محافظة ذيقار واللي تبخرت أمواله على يد مسؤولي المحافظة من دون أن يرى النور. خلونا نشوف. جسر الكونكريت عاوز شغلات بسيطة. أنا أسأل كمواطن الموازنات الانفجارية وينها بالمحافظة؟ صندوق عمار ذيقار وينك؟ مو هاي ناسكم ولا؟ أنتم من الصين من اليابان أنتم منين؟ مو عراقيين؟ أنتم مولد عشائرنا؟ ما تحسون؟ روحوا شوفوا الغربية الله يحفظهم. شوفوا محافظة الموصل 5 سورة بسنة واحدة كل سنة يبنونهم 5 سورة وعنا هذا جسر بسيط كامل عوزة شغلات بسيطة بس دينك شوفوا حاله. نستعرض التعليقات اللي وردت بشأن هذه المقاطع. علي العراقي يقول الطرق والجسور شنو شغلهم؟ لو بس يأخذون ضرائب من الناس ملايين تريد لك وزير أو مدير دائرة شريف ماكو مع الأسف.
عقيل فيصل الغزي يقول صندوق إعمار ذي قار شو يصير من يخصص مليار من التريليون اللي عندهم؟ تعليق من قحطان الإبراهيمي يقول المضحك بالأمر أنه القطيعة أرض نفطية بمعنى ثروة وجسر ما يكملونه ايش قد عيب. جمال الشمري يقول كارثة والله، دولة أرضها ذهب ثروات طائلة بس للأسف مو بأيادي أمينة. نستمع لرأي السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكو جسر بحي الجامعة، قريب حي الجامعة بالنجف، هذا نعم. من 2018 بلشوا به وعلى أساس يخلص ورا سنة سنة ونص، والآن 2023 نعم. كل شيء ما سووا له، حالة حال مطار كربلاء. مطار كربلاء على أساس يخلص بال 2017 طبعا لازم كان عبد المهدي الكربلائي نعم. زين وكل شيء ما يسوون. أخي بلد بدميديشات ومن يحاسب؟ من يحاسب أستاذ محمد؟ من طيب أبو علي، أبو علي تمام، بس إحنا لما نجي نحاجج اللي دي يشوفون أو اللي دي يدافعون عن هاي الحكومة، أول ما أجى محمد الشيع السوداني قالوا هذه حكومة الخدمات، أكثر من سنة على تولي المنصب، خلال سنة بعالم المشاريع والبناء، رغم أنه أنا متخصص بس إحنا دا نشوف أكو كثير من المشاريع تكتمل ويباشر العمل بها في أقل من سنة، في ظرف 6 أشهر، وأكو مشاريع ثقيلة شوية تحتاج ربما إلى سنة من العمل على شفتات مستمرة. إلى الآن شنو اللي أنجزه خلال أكثر من سنة من تولي الحكم؟ صفر صفر. نعم. الإنجازات صفر أخي، ما يشتغلون دولة، ما جايين يشتغلون ما جايين يعملون. هاي أمس يطلع لي هذا صلاح الموسوي، هو اسمه الآن وكيل سيد علي السيستاني زين، قبل الاحتلال بال 2023 كان صلاح الكشميري، الآن جاي المعمم طبعا جاي يحرض الناس على الانتخابات، انتخبوهم هو يقول انتخبوهم، حتى لو عندهم شوية تلكلوك عندهم ما أدري شنو انتخبوهم. يا أخي هم الدولة الحرامية والمجرمين واللصوص جاي يشوفون يعني بحماية العمائم. عمي هاي يقولوا لي أبو علي لا تحكي بالطائفة، عمي أنا ما أحكي بالطائفية، أنا ما أريد جواب بالطائفية. أريد جواب مثل ما تفضلت حضرتك، أريد جواب على الصورة اللي تم تداولها مؤخرا للقاء جمع قيس الخزعلي ويا عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية النجف. شو يسوي عبد المهدي الكربلائي اللي هو قال أنه ينأى بنفسه، المرجعية تنأى بنفسها عن المجربين عن الفاسدين عن اللي يتهمون بسفك دماء العراقيين أو سرقة المال العام؟ شنو السبب اللي جمع هذين الشخصين في مكان واحد؟ بغض النظر هذا مستشفى وجاي زيارة، المرجعية من ترفض أحد وما تريد توصل رسالة أنه هي تدعم فلان ترفض مقابلته، ليش التقى بزعيم ميليشيا؟ استاذ محمد بالنسبه للمرجعيه السستاني وغير المرجعيات اللي بالنجف 4 مرجعيات، دول كلهم صمامين الامان للميليشيات والعصابات بالخضراء. ليش؟ لان هم مستفادين اخي، مستفادين مستفادين منهم دول، بيستفاد مال مثلا قدام العالم بالاعلام يقولون احنا ما لنا علاقه بهم، لا بس تحت الطاوله كلهم دول حمايه لهم زين، حتى يسرقون وينهبون ويطون للمرجعيات اللي بالنجف. هذا لا. شكرا جزيلا سيد ابو علي من لندن. نكمل مشاهدينا الكرام ويا مواضيعنا في هذه الحلقه وننتقل الى موضوع اخر. يشكل تزايد اعداد العمال الاجانب العاملين بشكل غير منظم في العراق يشكل تحدي اخر للاقتصاد العراقي. هذا التحدي يؤدي إلى تزايد نسبة البطالة بين العمال العراقيين وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من العراق إلى الدول اللي جاءت منها هاي العمالة الأجنبية، فضلا عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل جديدة لتهريب الدولار من قبل شبكات غسيل الأموال الموجودة ومنتشرة في العراق. تقدر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا، وهذا الموضوع كان بحسب تقديرات غير رسمية.
طبعا فضلا عن الرواتب العالية اللي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة في العراق بشكل غير مبرر بحسب تصريحات رسمية. في محافظة ميسان أكد مهندسون في حقل الحلفاية النفطي والغازي وجود آلاف العاملين من الصين وإيران والهند يتقاضون رواتب ضخمة في وقت يعاني فيه مهندسون نفط من العراقيين يعانون من البطالة. خلونا نشوف طبعا المقطع اللي راح نعرضه بعد لحظات لعامل عراقي تعرض هو وعدد كبير من رفاق العمال للطرد وتوظيف مكانهم عمال قدموا من إيران في حقول النفط والغاز العراقية اللي توظف آلاف الأجانب بالوقت اللي هاجر ابن البلد بحثا عن فرصة عمل في بلدان أخرى. خلونا نشوف. احنا اليوم شركة بئر الذهبي طردوا هذا الكادر كل العراقي باعوا له كله انطرد يعني كله انطرد وجابوا ايرانيين اوكي يعني من لحامين من كوسرجيه من عمان كلها طردوها وجابوا ايرانيين اليمتي لو بس بالانتخابات تردونا ننتخبكم انتوا لبست الحقوق مالت ما منطينا اياها انا صار لي سنتين قاعد بالبيت تالي ما تالي اشتغل ست ايام يجي لي ايراني خايس ابن خايس بايقين الدين مالتنا بهذلونا يعني اليا مرحلة. نعرض تعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا المقطع. صدام يقول النفط مو للشعب والعمل أيضا فما لكم حصة بالنفط ولا لكم الحق باستخراجه، هو غير البلد كله مبيوع وحصص وموزع على الأحزاب والدول. تعليق بن محمد الحسناوي يقول وين محافظ البصرة؟ ما يشوف لو ما يدري. وين التقليص بالموضوع؟ يعني شباب البصرة بدون شغل والأجانب تشتغل وتاكل بنعمتك وإحنا علينا بس المخلفات والأمراض، حسبي الله ونعم الوكيل. جعفر يقول مع الأسف يومية وفد من الهنود بالمصفى وشباب البصرة عاطلين عن العمل. وماهر الساعدي يقول عمي انتو الحدث ما عرفتوا هاي الحكومة جابتها امريكا واسرائيل وايران، الى متى هذا الحكي ستكون احسن؟ ماكو فايدة. الى متى هذا الحكي سيكون احسن؟ ماكو فايدة. حلم العملاء هذا هو لو الشعب كله يثور عليهم ماكو حل. اتمنى افهم انت شنو قصدت ماهر صراحة بهاي التعليق، لكن يعني الحل بيد الشعب بالنهاية. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الانفوغرافيك. تشتهر أغلب الدوائر الحكومية في العراق بطابع البيروقراطية والعمل بالروتين الممل اللي خلى المواطن العراقي يكره اللحظة اللي يضطر فيها إلى مراجعة إحدى تلك الدوائر. واللي زاد من المعاناة هو تخلخل منظومة الفساد العراقية في العقدين الأخيرين عقب الاحتلال الأمريكي بشكل كبير، وعدم وجود ضوابط رصينة تلزم الموظفين بالتعامل وفق سياسات وأساسيات موحدة تجعل المواطن يعرف ما له وما عليه، فضلا عن عدم وجود روادع قانونية حقيقية يمكن للمواطن أن يستخدمها ضد الموظفين المقصرين في أداء عملهم. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على الفساد المستشري بالدوائر الحكومية والقوانين المعرقلة لانسيابية ترويج المعاملات على الوجه الصحيح ودون تأخير. خلونا نشوف. سبعة آلاف ختم يختموا لك بالعقارات، تبقى بالعقارات، تروح للبلدية يومين تبات تصعد تنزل. طب مدير ارجع مدقق، ارجع بحث، ارجع مدري شنو. هاي خريطة ملعب الشعب بيان، بعد فوقها راح تجي اختام 10 20 30 ختم ما تدري.
وهي اليوم تموينية البصرة على التدقيق، حاسبة واحدة وشوف السرج طوله وشباك واحد. ننتقل لفقرة الهاشتاج مشاهدين الكرام. خريجو الأعوام السابقة من مختلف التخصصات جددوا مطالبتهم بتوفير فرص عمل لهم من خلال تفاعلهم مع وسم الخريج القديم أحق بالتعيين في منصة إكس. وجدان تقول: التعيين استحقاق وليس مطلب، آن الأوان لحسم ملف الخريجين القدامى من خلال استقطاب واستثمار هذه الكفاءات والطاقات المعطلة عن العمل وزجها في دوائر الدولة. تعليق من حسنين يقول: لا نطلب المستحيل ولا نطلب أن يكون لفئة دون أخرى، فالكل لهم حقوق والأولوية يجب أن تكون للخريج القديم كونه ظلم وهمش وعطل لسنوات طويلة دون إنصاف من الحكومات السابقة. هناء تقول: يكفي ما ضاع من سنوات العمر ونحن معطلين ظلما وقسرا، فباسم الإنسانية أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر. وتعليق من سامر يقول: نحن كفاءات وطاقات معطلة عن العمل وليست عاطلة عن العمل، آن الأوان لإنصافنا كون أعمارنا حرجة لا تتحمل التأخير. بهذا مشاهدينا الكرام أصلوا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.